كيسات تذهب الكرة إلى اللاعب كوانغ مينكو وكرة طويلة ولكن تبتعد هذه الكرة عن ميونغ جين كو أمامنا. كرة في وسط الملعب للفريق الياباني، هجمة سريعة للفريق الياباني ومحاولة ولكن هناك الدفاع. تعود الكرة مرة أخرى في وسط الملعب الآن الفريق الياباني وتسديد الجول. أكاساكي شوهاي يفتتح النتيجة، أكاساكي شوهاي لفريق الكاشيما أنتلرز الفريق الياباني من أول محاولة، وأكاساكي يفتتح التسجيل في هذه المباراة منذ الدقائق الأولى. الدقيقة الثامنة كرة في وسط الملعب تصل إلى أكاساكي، هذا الأخير يصوب بيمناها في شباك الحارس سونغ هون يو الذي لم يقدر على شيء. هدف أول إذا لأكاساكي شوهاي الذي يفتتح وكرة من تشا دوري والركنية أمامنا. دوري الكابتن تشا دوري واللاعب المميز والذي اعتزل اللعب دوليا مع منتخب كوريا الجنوبية منذ فترة قصيرة، منذ المباراة الدولية التي كانت بين كوريا الجنوبية والمنتخب التونسي. كرة مرفوعة للواجول، هدف التعادل عن طريق وونغ هيلي. وونغ هيلي يسجل هدف التعادل، المدافع صاحب 26 سنة وونغ هيلي يسجل هدف التعادل. إذا أول كرة خطيرة لفائدة فريق نادي سيول فوتبول كلوب تأتي في الدقيقة 36 والضربة الرأسية لهذا المدافع صاحب 1.82 سنتيمتر والذي يرتقي عاليا ويضع الكرة في شباك الحارس سوغاهاتا، وفرحة كبيرة للكوريا الجنوبي لهذا المدافع صاحب 26 سنة لاعب فريق سيول حاليا وهذا هو موسمه الثاني. أذكر بأن هذا الفريق الياباني كاشيما أنتلرز لعب 9 مرات في دوري أبطال آسيا وأفضل نتيجة لهذا الفريق كانت الدور ربع النهائي في عام 98 و2000 و2002 و2008، لكنه عرف النجاح أكثر في كأس الكؤوس الآسيوية للأندية عام 99 حينما جاء ثالثا في تلك المشاركة الوحيدة له في كأس الكؤوس سابقا عام 1999. ركنية لفائدة فريق سيول فوتبول كلوب، هذه بعض جماهير نادي سيول رافقته من العاصمة الكورية الجنوبية إلى هنا. وجول أوسمار باربا إيبانيز اللاعب القادم من بلاد الفلامينكو يسجل الهدف الثاني الإسباني في هذه المباراة، يسجل الهدف الثاني لفريق نادي سيول فوتبول كلوب وبالتالي تصبح النتيجة 2-1 مرة أخرى من كرة ثابتة بالركنية. وأوسمار بعيد عن كل رقابة يضع الكرة في الزاوية البعيدة. الدقيقة تشير إلى الدقيقة 51 من هذه المباراة والهدف الثاني لفائدة فريق سيول فوتبول كلوب. الكولومبي مولينا
والريبي يلعب هذه الركنية، ركنية تنفذ وتبعد الآن وتصويبة، ولكن ركلة مرمى للفريق الياباني. تصويبة من يوهان كو صاحب 27 سنة. تعود الكرة إلى ياماموتو، ياماموتو يلعب كرة إلى أوغاساوارا، مرة أخرى أوغاساوارا إلى تشوتشي، شوجي إلى ياماموتو، شوجي يلعب هذه الكرة إلى سيوكو يلعب هذه الكرة إلى الكابتن شيباساكي إلى الأمام جين شوجي. تذهب الكرة الآن للاعب موتوياما يلعب هذه الكرة إلى إندو، وكرة مرفوعة، وكرة هدف الدقيقة 79 من هذه المباراة، تعديل النتيجة للفريق الياباني اثر هذه العملية. من الجهة اليسرى يرفع الكرة اللاعب ياماموتو، والكرة تذهب إلى كابتن الفريق شيباساكي يعدل النتيجة، وتصبح النتيجة هدفين لهدفين. جو يوهان كاد أن يسجل الهدف، جو يوهان كاد أن ينهي كل أمال الفريق الياباني، لكن الكوريا الجنوبي كرته وجدت الحارس هيتوشي سوغاهاتا. محاولة يابانية، وعبد الله الهلالي الحكم العماني يأمر بمواصلة اللعب. الكرة لليابانيين الآن، كرة لليابانيين عن طريق موتوياما يلعب هذه الكرة مرة ثانية الآن إلى أوغاساوارا إلى موتوياما إلى أوغاساوارا يلعب كرة في العمق الآن، وكرة إلى إندو يمر، ولكن الكرة لا تمر، وتعود الكرة إلى ياماموتو. المحاولات الأخيرة للفريق الياباني، المحاولات التي يريد بها اليابانيون صنع الفارق وصنع الهدف الذي سيحسم أمر تأهلهم. أما التعادل فقد يخرج الفريقين على السواء من حسابات دوري أبطال آسيا. جمهور غفير. اللحظات الأخيرة من هذه المباراة بين فريقي نادي كاشيما أنتلرز وسيول فوتبول كلوب، بعد انقطاع الصورة وهو أمر خارج عن مسؤولية قنوات بإن سبور، انقطاع الصورة من المصدر. نتابع إذن اللحظات الأخيرة، تركنا النتيجة هدفين لهدفين، ونتابع النتيجة. كرة لفائدة الفريق الياباني، كرة تذهب إلى إندو إلى الوراء إلى فريق سيول فوتبول كلوب، هو الذي يتعادل في هذه النتيجة هدفين لهدفين. النتيجة التعادل بين الفريقين، نتيجة إيجابية بالنسبة لفريق سيول فوتبول كلوب خارج ملعبه، لكن يبقى أن نعرف ما هي نتيجة المباراة الأخرى بين غوانغزو إيفرغراندي وفريق وسترن سيدني. يبدو أنه فاز في المباراة أمام فريق غوانغزو إيفرغراندي، إذن التأهل لن يكون لا لليابانيين الذين هم في حيرة الآن، ولا كذلك للفريق الكوري الجنوبي الذي يصبح في رصيده 7 نقاط، بينما الفريق الأسترالي يصبح في رصيده 8 نقاط، هو الذي يمر إلى الدور الثاني. سيول هو الذي فاز، إذن هناك هدف
هناك هدف سيول يتأهل، سيول يتأهل إلى الدور الثاني بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين. هناك هدف لم نشاهده إثر انقطاع الصورة عن طريق موريسيو مولينا. أحبتي الكرام، بتأهل فريق سيول إلى دور الستاش مع فريق غوانغزو إيفرغراندي، نتمنى لكم كل الخير ولكم أجمل تحية.